ممكن اسالك سؤال في النص كده ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه ده، فين الكابتن ابراهيم نور الدين من ماتشات الاهلي والزمالك الموسم ده؟ انا لعبت لعبت الزمالك وبيراميدز، لعبت الزمالك وسموحه، لعبت الاهلي وسيراميكا، ماتش القمه الديربي اهلي وزمالك. لا والله بص انا عايز اقول لك على حاجه. طب ممكن اقول لك سالتك السؤال ده ليه؟ احنا بنتكلم عشان بس اوضح للساده المشاهدين كمان، القائمه الدوليه هذا الموسم انت رقم واحد وهي ليها ترتيب كويس. عشان بس افهم الساده المشاهدين، يبقى ده الحكم الدولي رقم واحد في مصر، ده الحكم الدولي رقم اتنين في مصر، ده الحكم الدولي رقم تلاته في مصر، فكون ان الكابتن ابراهيم نور الدين الحكم الدولي رقم واحد في مصر فطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم واحنا بنحط اسماء الحكام اللي هيديروا مباريات القمه هيبقى فيهم ابراهيم نور الدين. طب وانت مين قال لك ان ما كانش فيهم ابراهيم نور الدين؟ ليه ما تمش اختياره؟ طب اقول لك انا حاجه. اتفضل. عندك استوديو تحليلي اه، تطلع في نهائي بطوله وتحط في تاريخك ولا تلعب حاجه انت لعبتها قبل كده؟ تتكلم على كاس الرابطه تختار ايه؟ اه اختار اهلي وزمالك. تختار اهلي وزمالك وانت لعبته قبل كده؟ بس انت لو ما لعبتوش قبل كده. طب اسالك سؤال. بص طب انا اسالك سؤال بس هقول لك طيب هريحك. طب اكمل الاجابه. طب اتفضل اكمل الاجابه. في 2014 لعبت الاهلي والزمالك بعد 18 سنه تحكيم اجنبي، ماشي، ما كانش في اي عوامل مساعده ولا فار ولا سماعات ولا حتى رايات البيب، ماشي اوكي. الحمد لله نجحنا نجاح كبير وفتحنا السكه للحكام المصريين انها تحكم، ماشي صح الكلام. هيبقى في كام اهلي وزمالك جاي؟ كتير. كل سنه في كام اهلي وزمالك؟ يعني على الاقل اربعه، يعني هتلاقي اتنين دوري واتنين كاس ومش عارف يعني هتلاقي بطولات يعني، صح كده، وسوبر طبعا مش كده. اه في كام في كام نهائي كاس رابطه؟ واحد. هي بالكيف ليس بالكم. طب اسالك سؤال، يعني لو كانوا اسئله خلصت النهارده اسالك انا بقى. لا خلصت ايه؟ استنى انا يعجبني الاجابات الذكيه بس انا ما بسيبش برضو الاجابات الذكيه وامشي. يعني دلوقتي عندك ماتش اهلي وزمالك، احنا لعبنا تقريبا اربع ماتشات تقريبا السنه، اتنين دوري وواحد كاس وواحد سوبر على ما اتذكر، يعني لا مفيش سوبر، كان اهلي وبيراميدز التلاته دول تمام، ولا واحد فيهم انت اتضايقت ان انت ما قدرتش المباراه ديت ولا فارق معاك؟ مش فارق معاك. انا بتضايق على ان الحاجه اللي انا ما لعبتهاش ما لعبهاش ومش هتضايق اشوف ايه السبب اللي بعدني وصلحه. إيه السبب؟ شوف السبب وصلحه. ايه السبب؟ سبب ايه؟ ايه السبب اللي بعدك من مباراه الاهلي والزمالك؟ ان انا لعبت نهائي الرابطه، كان فرق ما بينهم تقريبا 10 ايام. هتلعب ده لا ده واللي قبل كده اللي كان في الدور الاول خلاص، ما اللي قبل كده زمايلي اللي ما لعبوش لعبوه. ما اصل خلي بالك. اتفضل. هو انا لما لعبت الاهلي والزمالك كنت رقم واحد في القايمه؟ لا. طيب انا كان اول سنه ليا في القايمه. كان موجود سمير محمود عثمان، انا هكلمك على عمالقه في التوقيت ده، فهيم عمر، ياسر عبد الرؤوف، محمد فاروق اللي انا برئيس لجنه الحكام حاليا طبعا تمام. اربع حكام دوليين كبار وياسر عبد الرؤوف. كل الكباتن الكبار دولت في الجيل اللي قبلي ما لعبوش المباراه دي. ليها علاقه بقبول الاهلي والزمالك لابراهيم نور الدين؟ يعني يقول لك والله انا هجيب حكم الاثنين يجتمعوا عليه ما يبقاش عندهم مشكله معاه؟ لا بص انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا هرد عليك ولا هرد على اللي بيقول لك في الاير؟ لا رد عليا انا. طيب محدش بيقول لي في الاير بيس، انا بكلمك لوحدي. طيب ماشي. بص يا كيمو، مفيش انديه بتختار حكام. مفيش حاجه اسمها قبول من عدمه، لان مباراه الاهلي والزمالك بالنسبه لي من اول يوم ما حكمتها من قبل ما يقولوا لي على المباراه، مباراه بثلاث نقاط، شانها شان اهلي واسماعيلي، شانها شان زمالك ومصري، شانها شان اهلي ومحله، شانها شان زمالك وبيراميدز، اي حاجه، اي اي فرقتين بيلعبوا بعض بثلاث نقاط. الاعلام بيسلط عليها الضوء عشان هي مباراه جماهيريه، ده شيء كويس، وان احنا نعظم المباراه وتبقى الاولى والاخيره ده شيء تاني، دي مباراه في الدوري. دليل على كده مباراه الاهلي والزمالك الاخيره، مع يعني ما فيش اي مكسبها وخسارتها ما اثرش في الترتيب. يا بس لو ممكن لو اثر في الترتيب، لو مباراه اهلي وزمالك مؤثره في الترتيب، معلش لا كابتن وليد، هي دي المهمه بقى. صح، برافو. هي دي بقى اللي مهمه. ايوه هي دي ساعتها اللي تبقى مهمه. أيوة. لكن مباراه ما تاثرش في ترتيب اوكي. وعندك نهائي كاس يدخل في تاريخك. التاريخ لا ينسى. التاريخ لا ينسى.
يعني نهائي كاس الرابطه الناس تفتكره اكتر ولا مباراه للاهلي والزمالك؟ لا نهائي كاس الرابطه اول حكم مصري حكمه السنه اللي فاتت تحكيم اجنبي من اسبانيا تقريبا. صحيح مش كده؟ طيب يبقى انت دلوقتي لما تيجي تكلمه بعد 20 سنه يقول لك الكاس دوت بدا سنه كذا واول طاقم تحكيم هو احنا مش بنتكلم ان الكابتن علي قنديل الله يرحمه اول حكم حكم اهلي وزمالك بعد 100 سنه الناس فاكرينه. مباراه الاهلي والزمالك الدور الاول القادمه او حتى في السوبر المصري اللي جاي ده تمام، لو انت مش موجود حكم في هذه المواجهه هتبقى متضايق ولا عادي؟ عادي، مباراه بالنسبه لي مجرد مباراه. مباراه لعبتها اهلي وزمالك، مجرد مباراه لعبتها اهلي وزمالك مباراه بثلاث نقاط عادي، هحكم الاهلي والداخليه زي ما حكمت الاهلي والزمالك. كل الحكام ما بيفرقش معاهم ماتش الاهلي والزمالك؟ والله كل واحد بقى وشخصيته وقناعاته. انت ما بيفرقش معاك اهلي وزمالك؟ ما يفرقش معاك تدرى عادي. لا عادي عادي خلاص، مباراه عاديه ممكن تاخد منك ما تدكش. مباراه ممكن تاخد منك ما تدكش، بس انت راجل واثق من نفسك. انا بقول لك انا ماليش دعوه بال، لا انا بتكلم على ابراهيم نور الدين اللي انا واثق من نفسي كابتن. فما بقاش قلقان ان هي تاخد كريم. مني كابتن فضل. كريم التوفيق بتاع ربنا طبعا، الثقه شيء وتوفيق ربنا شيء تاني. انت ممكن تبقى واثق من نفسك وربنا مش كاتب لك التوفيق، ثقتك في نفسك هتعمل لك ايه؟ ولا حاجه. احنا مش قاعدين في برنامج نتكلم مع بعض اقول ثقه، لا في توفيق بتاع ربنا. مباراه فيها توفيق ربنا. الفار يفصل عليك، كهرباء فصلت، حصل حاجه، جت لعبه ما شفتهاش، تخش في قصه كبيره. في قصه كبيره تمام، فالتوفيق بتاع ربنا.